اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الاعزاء في مقطع جديد وفيديو جديد، حياكم الله. اليوم عندنا فيديو لياماتو ايجيس بعد الباف، راح نجرب فيها اونلاين. طبعا ياماتو ايجيس تتميز بتشكيله كامله مغلقه مع عاد الراجمه والمروحيه، تمام. طبعا اليوم عندنا ياماتو ايجيس راح نجربها بعد الباف اللي اخفته اخر فتره، اللي حسنها وزاد سعرها بعد ما كان عندي بالسوق هون سعرها ما يقارب الياماتو ايجيس. وين راحت؟ راحت كان سعرها عشرة آلاف، اقل من 10,000، 9,000 تنباع. يعني اللاعب هذا مثلا بدل ما هو عارضها ب 11,500 يكون عارضها ب 9,000، رفعت ما يقارب ال 2000 1500 2000 ارت كوين بيوم وليله، تمام. اخذت باب قوي، راح نجربها حاليا بالاونلاين. طبعا هي شغلتين المتغيرات فيها، الراجمه والمروحيه. انا الراجمه حطيت الراجمه الروسيه بسبب كثافه النيران والدمج العالي، تمام. وحطيت المروحيه اللي هي هاي الوينج بسبب مو لاي سبب، تقدر تحط اي مروحيه، مثلا تحط المروحيه اي مروحيه تقدر تحطها حتى لو انه مثلا فيها تربيد، تمام. بس خلاص انا حطينا هاي من اجل السرعه والى اخره. ما باقي كله مغلق، تمام. تتميز بصاروخ دمجه 11,000، المدفع 16,600 للقذيف الواحدة، المدفع الثانوي 1,170، المدفع الآلي 1,000 دمجه، وهذا دفاع جوي ليزري 32 الضرر، وهذا دفاع جوي صاروخي 910، تمام. هي اخذت باف. طبعا ياماتو ايجيس معروفة من اول ما نزلت اللعبة، ما بده حدا يعرف عنها. راح نجربها اونلاين واسولف انه هل تستحق بعد الباف، انه تستحق اني اشتريها مثلا بسعر 11,500 او اطلبها بطلب 10,000. خليكم معنا. طبعا مثل ما انتم شايفين جزيرة آيسلندا. طبعا انا خفيت الموسيقى بعد ما واحد قال لي صوت الموسيقى عالي، خفيت الموسيقى والصوت مزبوط، تمام. بتمنى يكون صوته واضح 100% وما في اي اخطاء. طبعا راح نكشف اول شيء. لك عاش. يا لا عندنا غواصة. لك عاش والله، دمج مليون بأقل من دقيقة. لك عاش. وسع شغل الراجمة. والله عاش، والله عاش، والله يا عم اسطورة. لك عاش. أقل من دقيقة ونص. شوف يا والله العظيم، دقيقة وأربعة وثلاثين ثانية. عم حرام، جيم ثاني اجين، نجرب جيم ثاني. بس دمج مليون و200,000. خلينا نجرب جيم ثاني، يلا نجرب جيم ثاني. طبعا ما فات معانا بوت، تمام. بس منا او من عندهم البوت، هسه بنشوف البوت من عندنا. كلهم لاعبين، غلط اني اجي. ف لا مش مشكلة. طبعا تتميز المروحية هاي بانه الصاروخ الجوي فيها غير مضاد للشعلات، يعني لو
المروحية تضرب شعلات راح يجي الصاروخ فيها. حلو بطل ما في زي قبل المدفع، هذا امر مهم. يلا اطلع 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 اطلع. مدفع رئيسي جاهز، اضرب لك عاش. هذا طبعا فاصل، مبين انه فاصل فحبيب والله. اي خسرنا واحد خسرنا واحد، كلهم جايين من هون فجهز حالنا حتى نلف لهم من هون. حتى انا راح ابلع مبدئيا، بس لا نوي شوف الشباب الطيبه معايا. حلو البوت بلع، ولك الراجل يطلع، الراجل ابن الراجل يطلع. والله لف غم وفغم، اطلع تا 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 تا. يا طبعا انصدم هو، شوف انصدم، ها والله انصدم، والله انصدم، والله العظيم انصدم الشاب، قسما بالله العظيم انصدم. كفو، وهذا اللي انصدم الثاني. شوف 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 وريس فرعون. يا هلا، طبعا هاي الايزاكو صح. هذاك الجيم ما قعدش دقيقة ونص، هذا قعد دقيقتين ونص. هذاك دمج 1,200,000 وهذا دمج 1,500,000. يعني للأمانة بعد الباف تستاهل، والله العظيم تستاهل بعد الباف تستاهل انه واحد يشتريها ب 11,000 للياماتو اجس. اجيبها ولا اجيب مثلا الطراد؟ لا والله وين راحتي، لا اجيبها واترك الطراد. ايش في طلع طلع، والله انا يعني بفكر اني اجيبها للأمانة حتى اكون صريح معاكم. عندي سكنها، لانه عندي سكن تبعها الخاص، يعني شوف مع سكنها ب 14,000. شوف انت مع سكنها 14 هنا 17 و300، يعني بجيبها الراجل منافس اشتريتها، لاني راح احطها، راح احط المروحية معاها، خلاص التشكيلة تم وسكنها عندي وحط لها العلم وخلصت فكت. للأمانة بارج تستحق بعد التعديل اللي أخذته، انت شفته بالفيديو كل شي مبين تمام. أول مباراة أول جيم دقيقة ونص قاعد، الثاني جيم دقيقتين ونص، ما في ما في دمج 1,500,000 وهناك 1,500,000. فحبيبي والله بارج تستحق بعد البف اللي أخذته، صارت تستحق وبتقدر تفوت تلعب فيها أونلاين حاليا بسبب القوة اللي صارت فيها. مدفع ما بطشر ولا إلى آخره مثل ما شفتوا. وإلى هنا ينتهي الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا استفادة سريعة بالفيديو إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.